السلام عليكم خاوتي الزول، تحية لكم شاب زايري داخل وخارج الوطن. مرحبا بمشاهدين الكرام في قناتكم قناة أوروفينيك دي زاد، قناة أخبار كرة القدم الجزائرية وخاصة الإفريقية والعالمية ومحاربة الفساد الرياضي بكل أنواعه. ولسنا تابعين لأي طرف، وتحية عطرة لكل شعوب المغرب، تونس، ليبيا وموريتانيا. حصة اليوم خاوتي سنتكلم للأسف على الفساد والكرة القدم الجزائرية. جبنا لكم تصريح في الإذاعة الوطنية من اللاعب الدولي السابق ولاعب أولمبي شلف السابق سمير زاوي، تكلم على العقوبة اللي قال لها التعسفية، وقال عاود نفس الكلام اللي قاله، وقال كلام خطير. وانا باش في التاريخ غادي تسمعوا معنا الفيديو، وخاصة تتبعوا اخر شيء قاله، ومن بعد هذا الفيديو حنكشف حقائق مثيرة وحقائق خطيرة وخطيرة جدا. للأسف نهاية الموسم توجور كومسا، توجور الضمير ما يكونش كاين، توجور في لا كونسيونس ما كانش، توجور كل الامور الغير اخلاقيه راهي متصدره العنوان الكره القدم الجزائريه. وحتى رئيس الاتحاد ما يقدرش بين ليله وضحاها ان يقوم باصلاح هذه المنظومه الفاسده والفاسده. تسمعوا معنا الفيديو وبعدين نعطيكم واحد الدواسه هذا يولي لكم منا. اسمعوا معنا تشو. مرحبا بك على امواج القناه. لا السلام عليكم. السلام. وشكرا للاستضافه وسلام كل الجمهور الرياضي الكريم. سلام. في الخدمه. شكرا لك سمير زاوي. عقوبه 6 أشهر كامله ام لا 6 أشهر اخرى غير نافذه؟ عقوبه 6 أشهر كامله نافذه. نافذه 6 أشهر؟ ايه بسبب التصريحات. انا نقول 6 أشهر نافذه، انا نقول العقوبه هذه فوز الخلاطين والعقوبه. انا نقولها باللي الناس اللي يخلطوا في الفضاجين راهم ربحوا اليوم، ما دام راني تعاقبت 6 أشهر هما اللي فازوا ماشي انا. انا تكلمت على هذا المشكل لاني في مباراه ما قبل الاخيره في الخميس عندي صحفي قال لي ما رايك في المقابله. انا ما كنتش نشوف في المقابله، كون كنت نشوف في المقابله نقول له رايي التقني في المقابله. انا شفت امور خطيره في المقابله، حتى واش نقول لك تكلمت قلت له ماهيش مقابله هذه، هذا سوق. وتحملت مسؤولتي وهذا سوق. ايه كي تشوف اداء الحكم وبعض اللاعبين انا نقول لي سوق في كره القدم. الحكم كان سيد عوينه. ما الحكم ما نذكرش اسمه لان ما نكذبش، لان نقول لك الحكم هذا اقسم لك بالله العظيم لما كان بشاري في التحكيم انا اللي هضرت عليه وقلت له مش بشاري اعطي له الفرصه، هو حكم ممتاز. حنا لما نشوف حكم ممتاز نهضروا عليه الناس، نقولوا باللي هذا حكم عنده رافونير. فهمت؟ انا نقول الحكم لما تشوف ضربة جزاء على بعد 5 أمتار ما بينه وما بين الكره وما يصفرهاش خلاص الناس يقول لك لا صفر لك ضربة جزاء، صفر لي ضربة جزاء كان صحيحه ما رانيش كادو. عندي 5 ضربات عندي 5 ضربات. انا نقول باللي هذيك المقابله فريق الخصم والله العظيم انه كان هو اوراد الترتيب والله ما عنده فرصه تهديفيه، لا لم يستطع ان كما يقول لك يخدم ان كومبينيزون قدام ما قدرش يدخل حتى الجزيمه تاعنا بلاليتي وبيناتي. هذيك لا دوميناسيون توتال تاع الجزيمه تاعنا احنا ما قدرناش نسجل، مي كانت عندنا ضربه جزاء شرعيه اللي كنا قادرين نرجعوا فيها في المقابله تما. وزيد تبعنا لو ميور جوار تاعنا، تبعونا في البونتوش، كان في البونتوش على بالو بلي لو جوكر تاعنا هذا كيدخل يدير لا ديفيرونس. تبعوا شوف لما لا كونتيستاسيون تاع لي جوار بونتوش نافو كوبلي راه خيره هو طالو الكارتون جون، وبلاك غير دخلنا لاكسيون الاولى كمل معاه. هذا الحكم ثاني بعد مباراتنا راح دار مقابله في الشرق ثاني خسر الفريق الخصم الفريق الفريق المحلي وخرج احسن لاعب تاعو بطاقه حمراء. واش نقول لك انا؟ هل تم الاستماع اليك؟ هل تم هذه وتسكت؟ اخويا انا ما قدرتش نصفق لصالح هذا. هل رابطه الهواء استدعتك واستمعت الى اقوالك؟ لا انا رحت اليوم ايه رحت اليوم قلت لهم العام اللي فات قلت لهم العام اللي فات في مقابله ديكلاريت وكان الحكم اللي دار لي هذاك اللقاء وخسرني. قلت له الحكم هذا قلت له دوكا ماهوش ارفيتري يعني حاوه كاع. قلت لهم وضربتوني باموا قلت لهم سكت معليش ما عندهم سي زيماج. قال لك اخويا جيب لا بلوف. انا مانيش الانسان نجيب بلوف. قلت لهم الخطره هذه كي رحت لهم قلت لهم انايا جيت لكم اليوم لا كوميسيون باش تفتحوا لونكيت لازم تفتحوا. لقيتوني انا خالص يا اخويا عاقبوني مش ردوني حتى العداله هذا هو ماشي 6 شهور. ونقول لك حاجه اللي غاصني بزاف الدافع وقول الله اللي غاصني العقوبه خاصني في يوم 2 ماي هكذا. قبلها بيوم قبلها يوم قاعد نتفرج في الديسكور تاع رئيس الجمهوريه ويتكلم على حياته الفاسد قبل في العصابه ويهضر على الفساد. غدوا مازال كيخطوني انا 6 شهور على هضرت على الفساد. هل راح تتقدم بطعن على مستوى الاتحاد الجزائري؟ تقدمت بطعن
وان شاء الله الاتحاديه توصفني وتفتح ايفونت كبير على سيرتو هذو لي ماتش طوال، يعني الخمس جولات الاخيره هذو راح يكون فيها امور خطيره خطيره جدا في كره القدم. نعم انا شوف احنا انا كلاعب دوري سابق وني دخلت بالك في جي بي في بدايه مشواري في التدريبي بس ملعب الصوالح احنا نغلط مي دوك انا جيت اكسبيريونس وليت في ليكسبيريونس جبتها ملي كنت جوار دوكا انا نشوف دي ماتش دوكا ماذا بينا ماذا بينا البطوله الوطنيه القسم الثاني الشرق والغرب يا اخويا اللي يطلع اكيد اكيد فوتبول واللي يهبط يهبط فوتبول ما يكونش فرق تبدا في النزول ولا في الصعود. هل لقيت المساند والدعم من لاعبين دوليين سابقين اللي كانوا معك في المنتخب بعد هذه العقوبه القاسيه سته اشهر؟ الحمد لله يا ربي كاع عيطوا لي قالوا لي ما تخافش انا هنايا انت قلت الحقيقه وعلى بالنا واش صار في الفوتبول الانترنيا ديجا التضاعديه الله اعلم تاع لي زونسيان جوار انترناسيونال راح تخرج بيان ان شاء الله هذه الايام حتى مع بعض من المحبين مناصري كل فرق عيطوا لي الحمد لله يا ربي على بالهم كاين على بالهم كاين على بالهم بلي انا نعطيك حاجه برك انا لو كان جيت كاين امور صارت في لاكاري تاعي كومان جوار اقسم لك بالله ما شفتهم الحمد لله لعبت بنزاهه وهذاك كما يقول لك شرف ليا والحمد لله دوك راني عايش بها نعطيك مثلا برك نتاع الا مقابله مولي طوال هذاك الموسم لو كان بعد لو كان الناس تقول لك زاوي باع بصح الحمد لله احنا لعبنا ليتيك سبورتيف وليتيك سبورتيف هذاك الوقت وخرجنا احنا ظالمين قال لك انتم طيحتوا نو احنا لعبنا الا ليتيك سبورتيف نعم احترام النزاهه بقينا صحصح الفوتبول تاعنا يسقم ان شاء الله لانه الفوتبول تاعنا ما يطورش بالامور هذه. نعم نشكرك سمير زاوي مدرب فريق صفا الخميس نتمنى ان شاء الله يكون في مراجعه لهذه العقوبه بسته اشهر لمدربين شاب لاعب دولي سابق ونقول في بدايه مشواره لسنوات الان في هذه السنوات اللي يبدا مشواره التدريبي فضل انه الميدان على امور اخرى نتمنى لك ان شاء الله كل التوفيق سمير زاوي ومراجعه لهذه العقوبه لسته اشهر. شكرا لك سمير زاوي على هذه المداخله. مراد رشيد عباد ستة اشهر اعتقد انها هو تكلم كلام صواب قال لك كي رحت للجنه الانضباط سمعوني قال لهم فتحوا تحقيق واش قال؟ قال انا تكلم تاع الفساد وانتم ما فتحوا تحقيق ما قال حتى كلمه يسمعها تكلم عند لجنه الانضباط في الاستماع لاقواله قال لهم هاوليك انتم ما فتحوا تحقيق اليوم لان شفنا بعض الكومونيكي اللي دارتهم الفيدراليه في الاسابيع الاخيره على بعض المباريات لكن ما شفناش لاسويت ما شفناش لاسويت تاع كملنا هذا مول السي سي بي اللي هو خبير وخبير كبير في التحكيم خبير من الخبراء. نكملوا من اخر كلام اللي قالوا سمير زاوي اللي نحيوهم هذا المنبر ونكملوا كل احترام كملوا واش قال اخر فيديو السي سي بي معروف هذيك البول الاذاعه الصحفي تاع الاذاعه معروف كلهم من عصابه سيدي موسى وجماعه سطي واش مليار بالمية وجابوا يوتيليزو زاوي باش يضرب استقرار اتحادية هذه الطبيب ما ينحيهاش ومعروفة العالم ما نهضرش عليهم باسكو هادو اللي فيهم يكفيهم. نروحوا لاخر كلام قالوا زاوي تكلم على لامسيو ولا ليتيك سبورتيف وقالوا بلي طيحت لامسيو. شوف انا تمنيت ما تجبدش الباسي اللي عنده 17 عام باسكو ما كانش كاين ليتيك سبورتيف في مباراة مولودية وهران جمعية الشلف في 2008 والسقوط التاريخي مولودية وهران راني معاك سقطت روحها دارت دي فوبا كونتر تلمسان وبجاية راني معاك كانت خاصتهم فوز في ديك المباراة. ولكن حاجة اللي نسألها لسامي زاوي حفرت في حاجة اللي مو تنساع صاير باجة تحت بالله تسيبو انت ذاك الوقت يا مسيو زاوي وين كنت؟ انا نشوف التاريخ غاية انت كنت في تربص المنتخب الوطني في مارسيليا كانت عندكم مباراة تصفية كاس العالم 2010 ضد السنغال وكان سعدان مدرب سيبو وداك انا داك المباراة الاخيرة جمعية شلف ضمنت المرتبة الثانية المؤهلة الى رابطة ابطال افريقيا سيبو وصلت هضرة ورومبو وقالها جماعته ورومبو هو اللي كان داك الوقت رئيس تاع شلف وقعت نيغوسياسيون كبيره كاين الناس اللي ماتت ربي يرحمها وهي بيخفلها من مدينه وهران ولا من كوتي تاع بليده ومولودية وهران كانوا ينافسوا على السقوط صح لامسيو جباري اليبوك ويقولها الان باللي رومبو الدالي مكتوبي 2.2 جوج علوقه و200 جوج علوقه والكوتي تاع البليده جاب ثلاثه علوقه بنت علوقه 3 مليار بليده كان انا ذاك عضو فيدرالي قوي سموه خليفيه اللي عاش في اسبانيا وطلبوا له الشفاء العاجل ربي شافيه ويهنيه. هذاك الوقت يا مسيو زاوي انت سمعت بالشفاء تاع 5.2 الارض انقلبت بيك طلبت سعدان درت كيما يقولوا
لا مان والبي باش تجي تلعب الماتش، ماشي جيت تدير النزاهه، لا باسكو انت تسلف كتكملها مع الماتش، وانت جيت باسكو فيها 5.2 2.2 منا وثلاثه منا، وثلاثه منا كان فيها خليفيه اللي كان عضو فيدرالي وساعدك انت سعدان باش ليبيراك، باسكو فيها ثلاثه تاع البليده، وانت كنت لاعب كبير ذاك الوقت في الشلف، وكنت لاعب مؤثر، وما قلت للثلاثه محال ما ندخلش في الثلاثه تاع الاخر، وتمشيت انت اللي دورت الناعوره من جهه البليده، ومن حقك ديت الموتيفاسيون من حقك، ما هوتش بالمجان وايتيليزاك خليفيه وايتيليزاك سعدان باش تهبط وتزير ولمسيو على السقوط في خدمه البوليده بضغوطات من عود فيدرالي ومن الاتحاديه انذاك. هذه هي الحقيقه. هذه انا تمنيتك ما تلعبش المباراه باسكو كنت سي با نورمال كيتي ستاج هذيك النصوان باش تلعب مباراه عاديه لفريقك ضامن ماتش ما عندهاش لونجو في جلف. هذه تبقى وسط مضاعف مسيو سمير زهر ودب راسك. نروحوا كوتي التصريحات والعقوبه تاعك، العقوبه ما تستاهلها ما تستاهلهاش، انا بور مو تبان لي باللي عقوبه ما تستاهلهاش. دينونسيت الفساد راني معاك، دينونسيت الفساد. تجرات بصح الديكلاراسيون تاعك سمعتها فيها جوج اخطاء فادحه وفادحه، قلت باللي لجنه التحكيم هذه اضعف لجنه بارابور اللجنه السابقه واللي قبلها، لجنه البارون ولجنه بشبش ابو حذيفه. انا راك اكوتي لابلاك، انا على بالي بلي انت صديق مقرب لبشبش هادي، ودرت عليه كل شيء باش يجي هذا العام اللجنه باش يعود، هذه معلومه رسميه. بشبش كانت الديزيناسيون تتلعبوا بها كاع، انت يا مسوزاوي اللي نحترموك، انت كنت تعلم بالحكام شكون اللي غادي اربيتروك، وانت كنت تشوازي لي زاربيتواك اللي يساعدوك في وقت بشبش. هذه الطبيب ما ينحيهاش مسوزاوي نظمي، وقت بشبش كان كاع يمد لهم ديزيناسيون كاع حبابه، السياربي معمر جبور، المهم كانت البيع والشراء المناجيره، كانت لي زاربيت انا كان تلاقيت بهم قالوا لي كنا نعلموا بالديزيناسيون تاعنا ثلاث ايام اربع ايام، يقولنا باللي بريزيدون انا حطيت عليكم طون باش دير لكم باش اربيترو عندي وسيكوريزيني ولا تمشوا عندي. هذه اوفيسيال مسيو زاوي، الله غالب هذه تصور انا نهضروا الواقع. دروك انت مسيو زاوي تهضر الفساد حاجه مليحه، انسان صريح يتكلم مليحه مسيو زاوي، واني منساندك في هذه ونتمنى ينحوا لك العقوبه. لكن السؤال المطروح مسيو زاوي، هل انت تشتغل في محيط نزيه خاصه النادي اللي تشتغل فيه حاليا؟ المسبح انا نقول ماشي هاك بيسين، هاك في البيسين هذه تاع اللي راك اونترينال فيها. المسبح فاسد، فيه فساد. الرئيس تاعك اللي يعطيك السالير يعرفوا العام والخاص، يعرف الماضي تاعو ويعرف الحاضر تاعو، وحتى كواليس هذه المباراه كان عليها كلام وكلام وكلام حقيقي، هنا المعلومه نجيبها اوفيسيال تاع ليزوفيسيال. نقول لك انا واش صرا؟ راكم لعبتوا مباراة بصح ما على بالكش باللي الرئيس تاعك لعب منا ومنا، وتكلم قاسم من بربي العزاتي تكلم باسمك وقال باللي يليق لي لابار تاع المدرب تاعي، ها هو نرى الفساد. بس تتكلم على الفساد وتحارب الفساد لازم تكون نزيه، ونتمنى تكون نزيه، بصح الرئيس تاعك راه يورط فيك. هذا الرئيس معروف بالابتزاز، معروف بالتبزنيس، يلعب منا ومنا. هل نعطيك معلومات رسميه دروك غادي نخلطوها كوش، كاين دوز ايكيبا يلعبوا على الطلعه وانتم راكم فيها، كاين كوتي تاع من وسط السونتر تاع الجي وواحد من الغرب الجزائري. اسكو تاع السونتر يقولوا باللي علاقته وطيده جدا بشخصك وبرئيسك، ومعلومات ولحقت لاعلى مستوى باللي في لافي دو ماتش انت والرئيس تاعك كنتوا في المكتب تاع هذا الرئيس في العاصمه، وحتى هذا الرئيس حاول بأي طريقة بمساعدة من حكم دولي مساعد به باش يحكوا لهذا الحكم اللي اربيتر لكم. فوالا هذه كاع ماشي فساد مسيو زاوي، الله أعلم. اللي نحييك من هذا المنبر، أنا ما نشتهم فيك، إن شاء الله أنت تكون فيكتيم في القصة، نتمنى تكون أنت ضحية. الرئيس تاعك تكلم باسمك، الرئيس تاعك ثاني تريته مع ليكيب اللي لعبت معاك كوتي الاخرى في لافيدو ماتش على 12 تاع الليل. امين وي التقوا في فندق او اي ما حاجه في 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 خميس مليانه، تلاقاو وتفاهموا على كل شيء، اقسم معلوماتي حقيقه 100% وتفاهموا، وحتى قالوا لابار تاعك انت، وحتى معلومات يقولوا باللي حتى انت دخلت في المكالمه الهاتفيه. نتمنى هذه تكون ريمال باسكو هذه لا صح كارثه.
دروك نتوما لعبتوا منا ومنا، الرئيس تاعك انت خاطيك يا سامر، الرئيس تاعك لعب منا ولعب منا، والرئيس تاعك كان يدير طابلون مع البارون العام اللي فات، كان يدير ديزينياسيون مع البارون، كان يبيعها، كان كورتي، كان يرفد الزعبوله. ها وهذا الرئيس تاعك في الديبي ولا في وسط الشامبيونا كان مقرب وخدمي واحد كان يدبحها مع الكورتي تاع الغرب اللي يلعب على الصعود، كان خدمي واحد ودي عليه دراهم كبار وبروماله باش يساعده يموتيفي له. ما تخش في التفاصيل، ما باصيكمش يا سيدي، هاي صح هذا ماشي صح. ومن بعد مين جات البارتي قاعد يطلع في لي شيفر، عندي موتيفاسيون 100 من السونتر، من ليكيب تاع السونتر هذيك، عندي 100 جوا 2 مليار، عندي منا، عندي جوج مشاحه جوج علو، لازم تعطيني جوج علو، هذوك الدراهم اللي عطيتهم لي بيتيزو ما يديروا لي والو، هذيك 0.6 ولا 0.7 ولا 0.8 اونت 6 7 8 600 مليون ولا 700 ولا 100 مليون كان ديها افونس. ونهار لا فيدو ماتش تلاقى به وتفاهموا، واحد يرقد في واحد، منافق يرقد في منافق، صح؟ مع التالية في الماتش صرا اللي صرا، صرا اللي صرا، ما ندخلش في التفاصيل، من برا حتى واحد. ولكن مسيو زاوية راك في مستنقع فاسد وفاسد. هذا الرئيس تاعك من أفسد الفاسدين في كرة القدم الجزائرية. ولازم العقوبة تاعها تدوبلا، باسكو دخل الميدان وهو كان معاقب. هاو هاو دروك تعاود، طب لازم ما تنجموش تهضروا، ايماجيني لو كان كونتي الاخر تاع الغرب ادى الدراهم من عنده تاع الرئيس تاعك، تهضروا هذه الهضره ما تهضروش، طفوا الضوء. ولكن نزاعتك راهي باينه من سوزاوي، كاين عندك مباريات مصيريه اخر اربع مباريات، غادي هذه ليكيب تاع سعود تجيبها في عندك في السكاف، نتمنى تلعب معاها بنعزها وتطيح بهذا الفريق. باسكو كيما جاتك ليكيب الاخر غتجيك ليكيب الاخر، نتمنى من هذا المنبر نداء لهذه الفيدراليه يديروا لك حكم فيفا، قانون تاع القوانين وقانون، ونشوفوا الا تقدر تفوز ولا دير تعادل معاه وتحبس هذيك ليكيب تاع السونتر. هنا تماك نتحيي لك، تماك ندير لك هاك، نجي ندير فيديو نقول تحيه عاطره الى المدرب زاوي والى رئيس السكاف اللي لعبوا بنزاهه ضد هذا الفريق اللي لعب على الصعود من السونتر. نتمنى تماك، باسكو كل الامور تقول بلي ستسهل لنا الامور لهذاك الفريق تاع الوسط باش يبقى في الصعود. ها هنا دبر راسك، هنا تعرفها خير مني، ملي هذا زاوي نطلبوا الاتحاديه يشوفوا في العقوبه تاعك يلغوها ولا ينقصوها، ولكن لازم تبين لنا حتى يديك في لي كات ماتش ولا سامات اللي تلعبهم بنزاهه ونزاهه بدون مساومه، باسكو تجيني المعلومه تجيني بالكتالوج. ما دخلناش سمير تبون وعبد القويس على بان الجزائر الجديده كي دايره، ما كان لا جديده لا قادمه لا حبوب الكحله، الداب داخل مولاه، هذا باش نتفاهموا عليها. فوالا حاجه اللي نقولها للمسيو زاوي، نشوفوك في الماتش اللي غادي تجيب فريق تاع الصعود، ونتمنى لك النهار تفوز وتفوز وتفوز ان شاء الله بدون موتيفاسيون، حتى الموتيفاسيون غير قانونيه في الجزائر، حتى الموتيفاسيون غير قانونيه. وهذا الفرطاطو تاع الكوتي تاع الغرب حتى هو راه فيكتيم بيناتكم. ونعطيك الدليل باللي لحد الان الرئيس تاعك راه يضغط وراه يبتز في الكوتي تاع الغرب باش يلحق له الامانه تاعو، تاع باللي انا سوا ديزون تساهلت معاك، وانت دير بتصريحات ناريه، فهموا رواحكم، لازم تصفوا اموركم سوزاوي. ونحييك الله سوزاوي، ومازال عندي امور خطيره نقولها، باسكو هذا الرئيس تاعك كارثه من الكوارث العظمى في الكره الجزائريه. يا سي زاوي نتمناك ما تبقاش في هذا الفريق، لان يعني هذا الفريق مشهور بالغايطه والتبزيز، مشهور والرئيس تاعو كما يقولوا مراهق. نجبد لكم الشدار العام اللي فات والقعدات الحميمه اللي كانوا قاعدين وضرب، كان سوق العام اللي فات كان سوق. اذا كاين اخطاء تحكيميه هذا العام، كاين اخطاء، ولكن باش تتهموا لجنه التحكيم بالفساد والبيع والشراء ويخدموا في هذا الديزينياسيون مشاكل، فانا هذه الشهاده لله درت عليها اونكات كحله ما لقيت والو. بصح العام اللي فات كانت على العلن، العام اللي فات ولو العام اللي فات، مع بش كانت كل العلن. دروك هذه اللجنه ما ساعدتكمش باسكو ماش فيها تبزنيس الله خير. فوالا، ونتمنى مسيو زاوي ما تجيش تهضر على نفسيو سي توبلي، ما تتكلمش على نفسيو، لان التاريخ راه نعرفوه من جول لجول. انت استعملوك ذاك الوقت، وحتى رومبو كان يقول باللي جاك سمعي لا طاخت، ورومبو انا ذاك طرطق نفسيو ودا من عند كوتي بليده ودقها المغرب والحديث قياش
ونحيو نهض من برهم بالرابطة اللي راه في باريس، ونتمنوا ربي يسلك لها أمور إن شاء الله. تحية لكم خوتي، 1 2 3 فيفا لاجيري.